منذ 9 صباحا فتحت لجان الانتخاب أبوابها في محافظة البحر الأحمر لاستقبال أكثر من 200,000 ناخب في مختلف مدن المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة. يمكن أنا تعمدت أن أنا أخش الصبح الساعة 9:30. الحقيقة في انضباط على مستوى البحر الأحمر. احنا بدأنا 29 دقيقة بالضبط، كان جميع القضاة موجودين في أماكنهم وجميع اللجان على مستوى المحافظة اللي 197 بيشتغلوا في توقيت واحد. ما عندناش الحمد لله أي عجز في أي حاجة، ما فيش أي نقص في أي حاجة، وده اللي يمكن أنا كنت بتابع العملية الإدارية دي أول حاجة. تاني حاجة بنتابع برضو عمليات اللي هي التباعد والتعقيم وكيفية التزام الناس بارتداء الكمامات، و يعني عملية إذا كان في تزاحم أو إذا كان في أي حاجة دي اللي تهمنا في الأساس.